سرنا وجهرنا يا إلهنا ويا مولانا ويا سيدنا، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إلهنا غيرك. اللهم لا تضع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عائبا إلا زوجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك غدا ولا صلاة إلا عتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت على دينك برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل صلاتنا وقيامنا وتجاوز عن تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب جبرائيل وميكائيل، يا فاطر السماوات والأرض، يا عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إن عبيدك بنو عبيدك بنو إيمان، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميته به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في العلم غيبك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وهمومنا، وسابقنا إلى جناتك جنات الخلود. اللهم اجعله لنا حجة يوم القيامة، اللهم اجعله لنا حجة يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من الشر وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبت، واستجار بك فأجرت، واستغفرك فغفرت، ومن ذلك دار السلام أدنيت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آله وأولاده وأزواجه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين.